بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة المنتخب التونسي ضد غينيا واختيارات المنتخب الكبير في القائمة. سامي العكريمي ضيفنا كذلك كمنجم إبراهيم. سامي شد صحيح باش يحكي على الجارديان. بون، هو عندك حق سامي، خاطر الاختيارات مش مفهومة شوية. علي الجمال وبشير بن سعيد القائمة الماضية كنا قلنا وينهم وقت اللي كانوا يلعبوا، اليوم فماش حتى معناتها حاجة باش تقيم عليها الجارديان، هذوما باش تعيط لهم، شنو تبدل بالستاج الآخر والستاج هذا، شنو رأيك؟ شنو تعليقك سامي؟ هو ثم حاجة أنه كرة القدم التونسية بعد قداش من عام، معناتها بعد قداش من عام تونس القدم، معناتها كرة القدم التونسية اللي كونت عياشي وكونت قانون وكونت عبد الله وكونت طبقة وكونت النايلي وفرجاني درويش، وفرجاني درويش، معناتها كل فريق كان عنده ان جران جارديان ينجم يقول لك منجيب إبراهيم. بون، وصلنا لها نحن الحكايه هذه، وصلنا لها المشكله اللي موجوده انه يجي المدرب الوطني يقول لك راهو ما عنديش مشكله في حراس المرمى ولا في الترتيب نتاعهم شكون الاولويه. كل حسم قال هو فاروق بن مصطفى، شفنا فاروق بن مصطفى الى اين دنا المستوى نتاعو. جاء معز حسن، صحيح انه معز حسن من غير فريق، لكن معز حسن بالنسبة لي شخصيا هذا تقييم فني، معز حسن أحسن منهم كله. معز حسن حتى نون كومبيتيتيف وحتى عندوش فريق، شفنا المباريات الأخرانية ومنجم إبراهيم، ذو اللي تكلمت أنت على مباراة الجزائر، كان مش معز حسن، كنا معناتها كنا نخرجوا معناتها بنتيجة أثقل برشا. به معز حسن ده جنسيبا، ما نعرفش شكون معناتها لاجون تاعو، شكون إلجير سكارير، أنه حارس مرمى عنده موهبة يقعد ترقديش معناتها من غير فريق، هذا معناتها بالنسبة لي أنا نقطة استفهام كبيرة ياسر. توا نجيو معناتها للقائمة هذه، هو شد صحيح في يلعب في أوروبا، جاو عروض من تونس لفظهم حد يبقى في أوروبا. أنا ما عنده سيد هذا عنده أجان، اي ما تنجمش تلعب في اوروبا، ما تنجمش تلعب في اوروبا، ما قالوش حتى في ديفيزيون، اي ما قالوش، لكن اجون هذايا ما قالوش معناتها فريق في اوروبا. اخي ما احنا ما تكلمناش على تشيلسي ولا هو في تفسير منظر الكبير، علاش ما عيطلوش؟ يقول كان استاج الماضي كان في رانس، كان يترين على الاقل، هو السيد ما عندوش حتى فريق، بطل معناها ما ينجمش يكون في منتخب وهو ما عندوش فريق. دونك فوالا هو المشكل، لذا بالقائمه هذه الحاليه ويجيب شي 5 جارديان اخرين، مش تبقى مشكله حارس المرمى قائمه الذات. وشكون قائمه الذات وباش تعمل مشكله؟ توا مثلا نشوفوا تكلم على بن شريفيه. بن شريفيه من حقه ان يقول انا نجم، معناتها نجم نكون ويلزمني نكون في القائمه هذه. وقتها يبدا يلعب واحد معناتها خاصه حارس المرمى، حارس المرمى وما يكونش معناتها ما يكونش ممتاز، تصير مشكلة، يقول لك الاخر زاد الزوز الاخرين يقول لك لا ما نلعبوش نحنا. اذا ما تفضتش المشكلة هذه وما تفضتش عند وقية المشكلة هذه متاع حارس المرمى، ماشي انت مش متاع اليوم، مش تبقى معناتها نقطة ضعف الفريق الوطني، لكن زاد ضعف ايضا المجموعة. تعرف وقت يبداو ثلاثة معناتها لاعبين فرد بوست وما ثمش واحد كي سامبوز معناتها وهو لو تيتولير ابسولو، مش تولي معناتها مشكله في وسط الفريق. كيف كل في تعليق على النقطه هذه سامي، نحب نقول شيء شنو قال المدرب الكبير باش تبدا توضح صوره العباد اللي تسمع. قال من هنا القدام ما عرفش يكونوا معز بن شريفيه وفريق بن مصطفى يلعبوا في نفس الفريق مع بعضهم في المنتخب، معناها على عكس اللي صار في الستاج الماضي. قلت لك عاد لانهم الاثنين هذوما كانوا في المجموعه، والاثنين هذوما كانوا في الكونكورونس، والاثنين هذوما حتى واحد ما فرض روحه بصفه نهائيه على مستوى الفريق الوطني. يقول لك هو شو يقول لك؟ هو يقول لك هو مشكل اموا، لكن زاد تم حاجه اخرى الحكايه هذه، تم حاجه اخرى العلاقات ما بين حمدي المدب وديع الجريمه، ما عادش العلاقات تعقبل. اسمعني، العلاقات ما عادش تقبل، دونك العلاقات ما عادش تقبل. اي شنو علاقته بالموضوع؟ شنو علاقته؟ معناتها كان جت علاقات باهية بن شريفية يكون في فاروق بن مصطفى يلعب في الدرجة. لا يكون في المجموعة هذه هو وفاروق بن مصطفى، وكما كانوا قبل هو فاروق بن مصطفى، وفي الأخر بكل جاب بن شريفية وما نجحش، وجاب فاروق بن مصطفى ما نجحش. السول اللي نجح وعنده اشكاليه كبيره اللي تكلمنا عليه توا هو معز حسن، لكن كيف انت باش تبدا تصفيات كاس عالم وما عندكش معناتها حارس اساسي؟ عندك حارس اساسي اكل عام وقتها
عبد المجيد الشتالي لعب الكارتة متاع النايلي. الكارتة متاع النايلي نجحت بالرغم من عتوقة، وحتى حد بعد ما عاود لام عليه. لكن اليوم معز حسن فاروق بن مصطفى ما تنجمش، وتوا توسعت الدائرة متاع حراس المرمى هذه، توسعت مع انه توسعت الدائرة هذه وش باش يلعبوا، كان باش يجيب علي جمل ولا هذا مش باش يلعبوا، باش يبقاو الزوز اشخاص هذوكم، الزوز هذوكم باش يتعاركوا على بلاصه. لذا بالنسبه لي انا ثم اشكاليه كبيره على مستوى حراس المرمى اليوم في الفريق الوطني. والا انت كمدرب وطني ما قلت انت فاروق بن مصطفى امشي في الاخر مع فاروق بن مصطفى، هو اول ما جاء حط فاروق هو حارس لو في المنتخب، قال راني ما عنديش مشكله نتاع كونكورونس، راهو ثم ان بروميير غارديان وان دوزيام غارديان وان تروازيام غارديان، اما فقد بلاصتو في ترجي من بعد هذاك. قلت لك ما هذه المشكله هي على المستوى هذا، على مستوى الحراس ساعه، لانه في الاخر بكل مش معناتها المشكله الاوليه الحارس، كيس الحارس معناتها المستوى نتاعو يكون معناتها متذبذب للحد هذا. لذا معناتها المشكله هذه باش تقعد تتبع في الفريق الوطني، واللي باش يهبط نهاره المباراه نقولوا يهبط اليوم في فريق بن مصطفى، وحارس المرمى يعرف منجم ابراهيم يلزمو ان تري غراند كونفيونس، وقتها يهبط ماهوش متمكن ومش يهبط ما عندوش الثقه في نفسه، مش تبدا عندنا مشكله حارس مرمى، ونجم يعمل اغلاط كبيره ياسر كما عملها بن شريفيه كما عملها فاروق بن مصطفى. سي منجي، فهم لاعبيه في القائمه كان يستحقوا يكونوا موجودين؟ وراو اليوم هاني قلت لك ممكن ان انا شيء اللي اسفني سي كي تشوف الترجي الرياضي التونسي سي با معناها الترجي الرياضي التونسي تلقى لاعب بركه موجود في الترجي الرياضي التونسي موجود في القائمه، كي تشوف انت النجم الرياضي الساحلي، كي تشوف النادي السفاقسي يعني بطولة واقفة، ممكن هذا يكون سبب النادي الفيق هذا اللي معناها حتى وقت البطولة مش واقفة، حتى مش واقفة زاد تونسيون يافي كو دو جور الماتشات الاخرانيين يافي كو دو جور يلعبوا في الدوري التونسي. لكن نقول انا تو سامبلومون اللي اليوم راهو دابور اون بارلون دو فاروق بن مصطفى سي ان ايرور دو كاستينغ قدومه للترجي الرياضي التونسي، كي تبدا عندك معز بن شريفيه في الترجي الرياضي التونسي اللي هو المنتخب، سافا تو كري ان بروبليم اون انترن شيء مهول راهو، لان حارس مرمى شفت ايش نقول لك حاجه، شوف الحارس مرمى اللي في النادي الصفاقسي كان احتياطي ايمن دحمان، ايمن دحمان ومن بعد ايمن دحمان ولا تيتولير، اليوم حارس مرمى نتاع النادي الصفاقسي لو جور ويرجع ايمن دحمان يفا بلو اكسبتي لا سيتياسيون اللي هو باش يرجع احتياطي. حارس مرمى سي سبيسيال اليوم، اذا كان ما عندكش استقرار او نيفو دو غارديان بوت اكسبسيونيل، شوف انت اتونسيون لو غارديان بوت راهو سي لو كابيتان سي ابري لونترونور سي لو غارديان بوت، علاش؟ خاطر عنده ليسباس كبير برشا قدامه. شفت اللي صار، برافو عليك، شفت اللي صار مع ايغو لوريس مع سون لاتاكون تاع توتنهام، وصلت بريسك اون باغار توتنهام، ولونترونور تاع توتنهام سالوه قال لهم جو سوي تري تري فيير دو لا رياكسيون دو مورينو وقتها ايغو لوريس. هو سامحني اسمع، في سبيل الواحد تصير مشكله ايضا في باريس سان جيرمان ما بين دونا روما والاخر، سا سي سور في ماتش انترناسيونو كل دونا روما وما ادراك ما دونا روما وكل باش يقعد رومبلاسون، سي فري هو قبل المبدا لكن باش تصير مشكله كبيره. باش نشوفوه سي فري كيما قال باريس سان جيرمان، باسكو دونا روما ايتي امبوزي تخديم المخ نتاع ليوناردو ريان كو بور ديفالوريزي ليكيب دو ميلان، باش ينحيو لهم بريسك بلاش. دونك سي ان ريغلومون دو كونت. اي ارجع للسؤال، دونك مشيت لي غارديان ما جاوبتنيش على، قلت لك فما ملاعبيه اخرين يستحقوا يكونوا موجودين في المنتخب والا هذا هما الموجود. انا ايش نقول لك حاجه، ثم ملاعبيه اللي يجيو ماهمش قاعدين يعطيو لو بلوس في الفريق الوطني التونسي ويلعبوا لبرا برشا، لكن اليوم فاروق الميموني انا كنت النجم نعيط، فاروق الميموني كنت النجم نعيط له في الفريق الوطني التونسي. على اساس شنو؟ ميم با معناتها اساسي في الترجي. هو يلعب، ايش نقول لك، هو مظلوم في الترجي الرياضي التونسي، خاطر اليوم اذا كان تلعب بنغيث وتخلي فاروق الميموني، امون افي فاروق الميموني بارابورا بالغيف الى مايور. ماهمش فارد بوست سي مونش. لا يلعب بلاصه الهوني هو الميموني. اي مي بريسك شو هي نقول لك، راهي سي اون كيستيون دو كومبليمونتاريتي. اليوم ثم جوارات باغ اكزومبل عزمي غوما في النادي الصفاقسي، ثم ملاعبيه اليوم شو اليوم راهو سو ني با فاسيل، اليوم الشامبيونا واقف باش تلقى ان شوا تري تري فاسيل. علاش؟ سورتو كو الشامبيونا نتاع تونس تغير برشا، راهو
ثم برشا فرق تلعب بخمسة ملاعبية جزائريين، زوز ملاعبية من الأفريق، دونك سافا كري أن بروبليم تحب ولا تكره. اليوم لابروف الفريق الجزائري إذا كان يتغل في الملاعبية اللي تلعب الكلها أون أوروب سافا تو دير. أما اليوم راهو بالسؤال اللي تسأل فيا يفالي كو لو شامبيونا يبدا pour la découverte de joueurs de nouveaux talents باش ينجموا يعطيو الفرق. انت اليوم ثم جوارات اللي في اوروبا ils sont pas exceptionnels وتعيط لهم في ليكيب ناسيونال خاطر يلعبوا في اوروبا au détriment d'un autre joueur تونسي. انا نقول تو سامبلومون فريق الميموني علاش ما تعيطلوش بارابور على سيف الدين الخاوي لو بلوس اللي يعطي فيه بارابور ماهوش غوشي. هو اليوم عيط سعد بقير تنشوفوا لا فالور اللي باش يعطيها سعد بقير للفريق تونسي لو بلوس اللي باش يعطيه. لكن اليوم كان سالتني السؤال هذايا قبل اليوم الصباح نجيك افيك دي جوار اللي نجموا يعطيو الاضافه للفريق الوطني التونسي ويستحقوا. اليوم راهو اون بو بلو فير في ليكيب ناسيونال دي تيست دو جوار. اليوم الجوار اللي باش يجي لليكيب ناسيونال يدوت اتر بري 100%. سي موجي من هنا سامحني متناقض في كلامك. فريق ميموني وين وين تشوف فيه بريم وين وين كونفيرمي معناها حتى مش لا حتى ماهوش يلعب سيد في جمعيته وين يدخل يعمل فارق. انا شو فريق الميموني انا حكيت عليه قبل واليوم انا كي نقرا انترفيو نتاع طارق غياب سافيتو دير دونك اسطوره ويعرف يتكلم ويعرف يقول مستقبلا يمكن. اما اليوم بصراحه سامحني اليوم قاعدين نعيطوا دي جوار بور بريسك لي تيستي في الكاليفيكاسيون كوب دي مون اليوم صحيح ولا لا؟ ثم جوارات نعيطوا لهم بور لي تيستي او نيفو دو لا كوب دي مون. انت سامحني توا مجبري حنا بقى المجمع مش نفس الكا جو سي مي كاتيل امني اون بلوس ليكيب ناسيونال تونيزيان لليوم التوا اليوم اون فوار بور لو جوجي. انا نقول انت سالتني سؤال كو جو ماتوندي با خويا سلام باسكو جيتي با بريباري ا سا. اما راهو قلتها انا قبلها في 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 جريده لابريس قلت الحاجه اللي مخوفتني سي كون فا افوار ان او دو جوار ماكسيموم دي شامبيون تونيزيان. هذا اللي صار. شنو حبيت تعلق؟ لا حبيت نعلق معناتها ثم واقع ثم واقع يجبنا نتكلموا عليه. اذا انت رئيس جامعه وانت المسؤول الاول على كره القدم الوطنيه ومسؤول على البطوله التونسيه وما عندك حتى لاعب يلعب في الفريق الوطني تهز حوايجك وتمشي. هذه الحاجه الاولى ساعه. الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا اللاعبين يلعبوا في البطولة تشوفوهم راهو سي فري البطولة نتاعنا مش خارق العادة لكن على المستوى الفردي ثم بلوجو برشا لاعبين تري انتريسون يا سامي. اما في المنتخب فهم برشا لاعبين خرجوا من البطولة التونسية. نكمل لك ثم لاعب نحكيو توا على الوضعية ونحكيو على القائمات الأخيرة كل والتوندونس الأعوام الأخيرة. عندك أنت اللاعبين شوف اللاعب اللي يعرف روحه في الفريق نتاعه ولا في الفريق الوطني يعرف روحه مهما يعمل ومهما يخدم في اللونترينمون ومهما يبرز في الفريق نتاعه وحتى في حالة ما إذا يزول الفريق الوطني يعرف روحه مش باش يلعب تيتولير ومش باش ياخذ الفرصة نتاعه ويعرف أن لاعبين أخرين في صعوبة في الفرق نتاعهم يلعبوا في أوروبا في صعوبة في الفرق نتاعهم في صعوبة في فرق متوسطة وأقل من المتوسط بكثير هذوكم مهما كان الحال اللاعبين هذوكم يلعبوا ما عادش ثم اون موتيفاسيون. وانت وقت تهزني ليكيب ناسيونال ونشوف انا المساكني ما يلعبش في الجمعيه نتاعو نعطيك اكزامبل ما يلعبش في الجمعيه نتاعو ولا الاخر ما يلعبش في الجمعيه نتاعو ولا الاخر عنده ترى قداش ما يلعبش في الجمعيه نتاعو وانا نلعب اساسي في الفريق نتاعي وبارز في الفريق نتاعي وما عندي حتى ادنى شانس باش نلعب في الفريق الوطني دونك ثم سيتوياسيون اللي تخلقت وهذوما اللاعبين اللي تشوف فيهم هذوما اللاعبين اللي تشوف فيهم هذوما راهو كي تشوف القائمه تنجم تعيط لهم تنجم ما تعيطلهمش. شنو الاضافه؟ اعطيني اللاعبين هذوما اللي موجودين هذوما في القائمه هذوما اسلام شنو هي الاضافه اللي اعطاوها الفريق الوطني؟ نحيهم الكل بالاسم بالاسم اعطيك بالاسم بالاسم شنو الاضافه الحقيقيه اللي جابوها للفريق الوطني؟ ونذكرك انا بحاجه العشره في الاكثر من العشره سنوات الاخيره ما بين قار ومار 11 ولا 12 سيليكسيونور ناسيونو 11 ولا 12 سيليكسيونور ناسيونو في العشر سنين الاخرانيين هذوما احسن نتيجه نتاعنا ترشح الى كاس العالم
اكل الفوز اليتيم هذاك الى كاتريام بلاس. في العشر سنين الاخرانيين هذوما تروا جوز اولمبيك ما مشينا لهمش. وقت نتكلموا على فريق وطني بالله انساو نحن الدوزيام في معناتها في اون افريك في الفيفا 24 و23 ولا 12 ولا واحد. شنية الحصيلة متاع كرة القدم التونسية وشنية الحصيلة متاع الفريق الوطني التونسي في العشر سنوات الأخيرة؟ أنا وقت نتكلم أنا كصحافي مانيش رئيس جامعة ولا مدرب، نقول الفريق هذايا كان يخرج من المجموعة متاعو باهي، وكان يمشي لكأس العالم باهي، وإلا كان يمشي لكأس العالم باهي وباستا، ما نجموش نقولوا حاجة أخرى. نو نافون با دو ريفيرونس، لانا هزين كوب دافريك، لانا مشينا الفينال كوب دافريك، لا مشينا الجوز اولمبيك، لا مشينا معناتها الكاس العالم معناتها وبرزنا فيها. يلزمنا نرجعوا نتكلموا على الواقع. الواقع هذه هي القائمه، القائمه هذه اللي انترشانجابل. صدقني صدقني في البطوله التونسيه ولا في البطولات الاوروبيه نجم القائمه هذه نجم هذوما كل نقولهم يروحوا نجيب قائمه اخرى. عندك قائمة أخرى بخلاف هذوما؟ نجم نجيب لقائمة أخرى، نجيب لقائمة أخرى اللي ضاهي خير من هذوما؟ على الأقل كيفهم، شنو الإضافة اللي عملوها هذايا؟ شنيا؟ أعطيني شنيا؟ لا سامحني يا سامي، لا لا نحبك كي تقول كلام أعطي ابنك كلام معقول باش نحي معناتها. لا لا نحن كان جينا ولا كان جا هذا الديبا إذا كان هذو ما عملوش الآخرين باش يعملوا معناتها. لا كان جا هذا الديبا نتاعنا شنو اللي عملوا هذم شنو اللي عملوا؟ هذوما مشينا لكأس العالم، ما نحبش نحكي مرة أخرى، ما نحبش نحكي على مباراة غينيا في غينيا. مشاو لكأس العالم نعرفوا الأداء ونعرفوا النتيجة، مشاو لكأس أفريقيا نعرفوا الأداء والنتيجة. هذه سو ني با ان بيي كي معناتها مش ايكيب ناسيونال عندها دي تروفي. وشكون هذوما؟ شنو اللي التيتر اللي يهزوا فيهم في الجمعيات نتاعهم؟ هذاك احسن ما عندنا. هذا لا 90 اذا كان 90% احسن ما عندنا اليوم مستوى غير المتوسط، تحت المتوسط. يلزمنا نقولوا هذا، وهذايا نشوفوا فيه في الميدان. نمشي لك اكثر من هذا. الفريق الوطني منجي بن ابراهيم واسلام، الفريق الوطني نتاعنا وقت يلعب مباراة مش ودية، يلعب مباراة رسمية، يدخلوا الناس بلاش والناس ما يجيوش. اسلام معناتها ماتش اوفيسيال ما يمشيوش. يا اخي الناس هذوما كل التوانسة اللي مهبلة متاع كورة شنو اخي ما يعرفوش؟ ان سيدونتيفي با اسيت ايكيب للعب نتاعها للعقليه، يعرفوا شنو هو اللي صاير داخل الفريق الوطني، يعرف اللاعب ثم لاعبين مهما كانت الظروف مش يلعبوا تيتولير. دونك الاشياء هذوما كل يخلينا الفريق الوطني بالنسبه لي انا نقطه استفهام كبيره. تعرف انت شنو باش يكون المردود نتاعو اليوم؟ مثما ان ستاندينغ وان نيفو يقول لك باهي حتى تربح ولا ما تربحش، لكن يا با جو يا با ديدونتيتي دو جو يا با معناتها ما ثماش دي بوان دو روبير. يلزمك دي بوان دو روبير، يلزمك ان غارديان، يلزمك ان اكس سنترال، يلزمك ان مونور دو جو، يلزمك ان بوتور. هذا كل مش موجود. تحب تقولوا سامي وديما وينتقد واحد كل، انا نتكلم معناتها ابارتير دو واقع. الواقع نتاعنا هو هذا. انا ريت في الملعبيه هذه توريهم لي كل، ثم حتى لاعب يعجبني وثم حتى لاعب يقنعني. قبل وقت كانوا ليكيب ناسيونال ثم ثلاثه اربع جوارات فيهم جدال، لكن الاخرين كل مقتنعين بهم. هنا مانيش مقتنعين بلاعب بهم، حتى لاعب اليوم في الفريق الوطني معطى اضافه حقيقيه للفريق الوطني. تكلمني على السخيري، تكلمني اضافه. وقت نتكلم على اضافه حقيقيه ما ثماش اضافه حقيقيه. يا با جو ما ثماش لاعب، ما ثماش فريق. هذايا هو الراي نتاعي. انت جبتني هنا باش نقول الراي نتاعي، هذايا هو الراي نتاعي. هذايا سيقولوا بالفرنساويه سي لا بوتي لو، يا ما راي متشائم كالعاده. مش راي متشائم، هذا راي بنايه الواقع. انا قلت لك شنيا النتائج نتاعنا العشر سنين الاخرانيين، اعطيتك شنيا النتائج نتاعنا. باهي سي المنجي، كيف كما متامل في القائمه، كيف كما ثلاثه اظهر يمين ثلاثه اظهر يسار، فمهاجم وحيد اللي هو مهاجم سيف الدين الجزيري اليوم في المنتخب. اذا كان عندك اون ستابيليتي ديفونسيف وتنجم عندك مهاجم في تونس وينجم كي بو فير لا ديفيرونس، شو اونتيرمون داكور. اليوم ما عندكش ستابيليتي ديفونسيف، راه اليوم راك تشوف فرق العالم الكل يبني لك فريق على الدفاع. انا قلتها المره الاخرى وقت اللي تنحى فان دايك
ليفربول باش تعدى بظروف صعبه. وشفنا ليفربول اليوم رجع فان دايك، ليفربول قرروا باش ما ياخذوا حتى انتداب اخر، باش يلعبوا بالفريق اللي لعب السنه الفارطه مع فان دايك. معناها يوريك اللي اليوم راهي المشكله معناها الكبيره اليوم سي او نيفو دو لا كومبليمونتاريتي، نعاودها راهو مهم برشا اليوم. حتى القطيعه اللي صارت كما قال سامي على بارابور على الجمهور والفريق الوطني التونسي سي تيرميني، قبل كانت حصه تدريبيه تلقى فيها برشا جماهير، واليوم المشكله الكبيره سي كو لو دوت الناس اللي باش تتفرج في المباراه تحب ولا تكره يفو ريغلي دي كونت بارابور على جولات كل واحد ومحب نتاع الفريق نتاعو، نتاع الترجي، نتاع النجم الاسيالي، نتاع النادي الصفاقسي، علاش جبت فلان وفلتان. انا جو سو با داكور 100% مع سامي، مي يا 50% دي جوار الموجودين في ليكيب ناسيونال في القائمه هذه نو ميريت با ليكيب ناسيونال. فو اتر اونيت، اليوم يفو دو تان باش نعملوا حاجه اون استراتيجي باش الملاعب التونسي نتبعوه كوم يفو، لان راهو اتر اونترينور دون ايكيب اي اتر اونترينور دون ايكيب ناسيونال سي با باري. المشكله الكبيره سامح 50% كي قلت لك اعطيني شكون نعوضهم عطيتني كان لاعب لا لا هذاك اللي نقول لك تعطيني الحصه الاخرى تنجيب لك تنجيب لك الليسته نتاع جورات ونعملوا حاجه اخرى. هاو نعملوها قدام الناس اون ديريكت. انت بيدك مع سامي عندك لسته ما خير نعملو لا لا بوتيتر اون فا با اتر اون فا با اتر لوان دو لا دو لوت. سامحني قلت لك ايل سون انترشانجابل خويا خويا اسلام سي لا فيريتي دو تيران. هاو نعملو حاجه اخرى اون في ان سيليكسيون تونسيه ونلعب ضد السيليكسيون هذه وتشوف الماتش هاو قدام الناس وسي ان ديفي كو جو لو دون جو لو في. حاجه اخرى ثم برشا ثم برشا سامحني ثم برشا ناس خويا اسلام كي تسمعهم يتكلموا تقول باش يهزوا كاس العالم. راهو لي بارول سي ريان دو تو سي لي زاكت كيل فو. احنا سي لي زاكت شنو سي لا فيريتي دو تيران. اليوم الناس تتكلم 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 يا ريان كي سو في حتى او نيفو بوليتيك نتكلموا 80% دي بروميس كي ايتي دوني نون با ايتي ريسبكتي. دونك اليوم الاشكال سي كو لا كومونيكاسيون دو تيتر ميور لا لي كونفوكاسيون دو جوار. سي تعرف المدربين نتاع العالم اجمع شو شو نقول لك حاجه خويا سامي. البارح قريت الانترفيو نتاع كوبر هكتور كوبر نتاع كونغو يلعبوا من اجل فريق تنزانيا ولا شكون فريق واحد سيدي. واحد كملوا كملوا واحد قال لهم نو زالون بروفي كو نو سوم سوبيريور. اقسم بالله العظيم وحدي في الدار نقرا في الجريده قلت هذا يا يفا افوار دي فريمون سي با اون كومونيكاسيون وعمل واحد واحد لدوميسيل الكونغو. دونك اليوم لا فيريتي دو تيران سي اوتر شوز. اليوم لا كومونيكاسيون سي لي جوار كي فو لونترينور سي با لو كونترير. اليوم اذا كان تعرف كيفاش تعدي الرساله للجوارات ما تخافش. اليوم المردود اللي قاعدين نشوفوا فيه كيفاش نجم تعدي رساله للاعبين نتاعك وانت محكوم فيك إيه؟ وانت القائمه سمع. يعملها معاك يعملها معاك رئيس الجامعه وانت التشكيل الاساسي يعملها معاك رئيس الجامعه وانت في الميتان وقت تدخل تقعد تقعد في كوان في الفستيار ورئيس الجامعه يتكلم يا ولدي يا ولدي قولوا الحق يا ولدي يا ولدي قولوا الحق. سامي سامي تعرفني انا وتعرفني بالكدا بالكدا وتعرفني الحمد لله لانتيري دو بيي ولانتيري دو فوتبول افون توت اوتر بيرسون. ثم اشياء اللي انا ما نعرفهمش ما نحكيهمش انت تعرفهم تتحمل المسؤوليه وتحكي عليهم. انا نحكي على التيران اليوم اذا كان ونعاودها وينهم لي زاسيستون تاع سي منظر كبير. انا نقول تو سامبلومون لليوم راهو اذا كان نتكلموا هكا سي بور لانتيري دو ليكيب ناسيونال تونيزيان. اليوم اذا كان ما نعملوش نتيجه ايجابيه اليوم افيك لا مانيير راهو اون ريسك دافوار دي سوسي، لان اليوم عندك موريتانيا وموريتانيا تلعب ضد زامبيا او موريتاني. دونك واحنا من بعد عندنا زامبيا الاكستيريور. باهي شنو ما عادش عندنا برشا وقت شنو تتوقع في دقيقه دقيقة ودقيقة لسامي شنو تتوقع على المقابله اليوم؟ اللي كان نعرفوا احنا كيف نتعاملوا مع المباراه او ديبي دو ماتش بور سوربروندر لادفيرسير بهدف باش نخرجوا الادفيرسير التكتيك نتاعو تتبدل وتولي عندنا فرص اخرى باش نسجلوا. اذا كان ما سجلوش راهو اون ريسك دافوار دي بروبليم انورم او نيفو دو لا جيستيون نتاع المباراه. سامي شو تتوقع الماتش اليوم؟ في الميكرو. لا لا اي انا نرفض مش نتكلم على مجموعه معناتها كومبيتيسيون فيها مجموعه ومازالت واحد كل نرفض باش نتكلم على مباراه. انا نحب نشوف اللاعب نحب نشوف اللاعب وبعد نحكم على الفريق هذايا وانا نحكم على لوبجيكتيف فينال. لوبجيكتيف فينال انه الفريق نتاعنا يكون قوي وانه الفريق نتاعنا يخرج من المجموعه هذيا وانه الفريق هذايا يمشي لكاس العالم وانه معناتها انفان في الاخير نخرجوا من العقده نتاع البريمي تور.
نخرج من العقدة نتاع البريمي تور. ما تنجمش انا يلزمني نحكم جلوبالمون، انا نحب نحكم جلوبالمون، نجمو غدوة نجيو في نفس المكان نتكلموا على المباراة هذه، لكن المباراة هذه مربوطة بمباريات أخرى ومربوطة بترشح وسي بوسيبل في معناتها مجموعة يقولوا معناتها في معناتها ألا بورتي نخرجوا الأولانيين وبعد نترشحوا واحد الكل. ما نجمش نتكلم، لكن أنا وقلتها أنت ونعاودها، أنا لست متفائل بهذا الفريق ولست متفائل بالطريقة اللي معناتها جيستيون تكنيك اي اومان نتاع الفريق هذايا. يعطيك الصحة، شكرا لك سامي، شرفتنا بحضورك اليوم. كيف سي المنجي بارك الله فيك على حضورك معنا. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا على يا باشا في الإخراج تقوى المديوني، في الإخراج الرقمي، بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في مقابلته اليوم ضد منتخب غينيا الإستوائية.